جينا هاد البلاد اللي فيها الخير واللي فيها الفرحه واللي فيها الهنه واللي فيها الشميشه واللي فيها الشتاء واللي فيها الحباب الحباب والفاميله والعائله وكل شيء. فرحانه فرحانه فرحتي ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى. ارض الوطن ارض عزيزه، كتحسي بالتربه ديالك، كتحسي بالدم ديالك، كتحسي بالهويه ديالك. الله يخلي لنا بلادنا في امن وامان واستقرار. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ الامور هانيه، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو من المغرب. الحمد لله، حتى الاخر نهار في حياتي انا جيت لبلادي وجيت لداري وجيت لمكاني، الحمد لله يا ربي. اليوم راه الصباح، البارح جينا عيانين عيانين عيانين، واحد العيال اللي ما نقولش لكم عليه. يعني خرجنا بكري من الدار وجينا للمطار وجري مع الوراق والوليد مشطون وما جلس وداك الشيء، جينا للدار مهدودين. الحمد لله جينا للدار لقيناها نقيه مجموعه مصيقه كل شيء. هذاك السيد اللي من عائله عبد الرزاق جمعها لينا مسكين، جاب العيالات وخلصهم وداك الشيء وجمع لينا الدار مزيان مزيان، يعني ردها كشقشق. تبارك الله، مشى دا المانط غسلهم، دا المانط يعني صبرهم في عند الماكينه. شي يقولوا لي هذا عند مصبانا، جينا لقينا الدنيا كلها، غير جينا حطينا البواز ديالنا. الباليزه ديالي انا راه باقا في الارض، الباليزه تاع عبد الرزاق راه فينا هي، السيكان باقي كل حاجه في بلاصتها. صافي غير تعشينا ومشى كل واحد شد بلاصته. لقينا مسكين هانتا مصب لينا، مصب الخوامي، مصب لي زور، ها هما كلشي مصبن ومحطوط في داك في الميكا ديالو. شكون هذا اللي غادي تلقيه؟ يعني جامع لك ومن خاطر مسكين ومن خاطر الصافيه وكلشي، لانه هو عنده السر ديال الدار. من خاطر الصافيه مسكين جا وجمع ووجد كلشي وصبن كلشي ونقى كلشي. يعني غير جينا دخلنا لقينا المان، يعني نعسنا فيهم مرتاحين، اللي يزور مرتاحين، الدار نقيه. اما باش تجلس خمسه ديال السنين وانت في اوروبا وتجي الدار ديالك تكون مسدوده، راه غادي تلقاها كارثه عظمى. ها انتم ولي شنو داير، راه مشيط مشطون ليه مع راسي. شوف باليزه راه غادي يشدها كامله، غيعوم فيها. انت اش كدير يا ياسين؟ اش كدير؟ وجاه المطار عجب ولا ما عرفت شنو، وبقى كيلعب وداك الشيء. ياسين لا ياسين حشومه وبنسلر، ها غيعوم في هذيك. ها انتم كيف تشوفوا الدار، يعني نقيه وكل شيء، باقي خاصها غير داك الشيء يترتب وحوايج ديالي يتحطوا في بلاصتهم. عبد الرزاق حوايج، عبد الرزاق راه سير كيصوفي في الحوايج ديالو في بلاصتهم. انتم حلي الباليزه ديالي نسدها عليه يعاود يحطها كامله. ايوا تعالوا معايا خوتي، راني مشيت خرجت. ياسين لا، ها هي ناري على الدري. انت مالك اوليدي مالك؟ مالك شطون؟ جبنا انتم هنايا ناس، يعني كل واحد شد بلاصه ديالو. انتم هاز مسكين كل شيء، مفرش كل شيء، يعني مصبن كل شيء وكل داك الشيء خاصو يرجع لبلاصتو. انا الطلام خاصهم يتلمطو. هاد البيت عامر غير باكاج، داك الشيء اللي كنا صيفطنا في الكار، شحال هادي كنا صيفطنا في الكار. كل شيء خاصو كل شيء خاصو يدار في بلاصتو، كل شيء خاصو يتنقى ويدار في بلاصتو. الدوشات يعني منقين كل شيء. عبد الرزاق راه قاعد في البيت تاعو هنايا في بيت النعاس هذا. مشيت مع الصباح عند في الكوزينه، مشيت مع الصباح جبت الباريزيان. شي بلادنا بزينه، كلشي الخير تبارك الله فيها. جبت الباريزيان، عمرت بالراد تاع اتاي، جبت الشيبه، جبت النعناع. ودابا وفطرنا مزيان الحمد لله، وعاوتاني خرجت، يعني خليت عبد الرزاق هنا هو ياسين، وخرجت تاني من السوق. السوق زوين اخوتي والله العظيم، السوق زوين، يعني الجلبانه جديده، الفول جديد، كلشي جديد. جلس صاحبي، مشيت شريت دجاجه، ها هي دايره هذا بالفرحة حامض وفي الملحه، ها هي فينا هي كديره دجاجه جديده باقا بيضاء، وهذا ومذبوحه على يد بسم الله الله اكبر. يعني قدامك داك الشيء باقا جديده كتركل، يعني جديده، يعني انتم عارفين مذبوحه قدام عينك
ومصاوبه قدام عينيك. ومشيت جبت انا نحط لكم ثاني هنا واخا تشوفوا الروينه هنا وداك الشيء، راه كلشي خاصو يتجمع وكلشي خاصو يتصاوب. مشيت جبت يا لالا يا مولاتي القزبر والمعدنوس هما هذه عندنا حنايا باورو، لا عندنا حنا في داك 3 باورو، هنا هادو 3 جوج ب 30 ريال، 30 ريال 30 ريال تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الخص كيعجبني هذا الخص، كيحمقني هذا الخص، شي بنا فيه شي نده فيه يا سلام، ماشي بنا فيه الريحه اللي فيه هذا الخص تبارك الله. شفتو حتى هو جبت، المهم انا يقي الله نزلنا غير البارح ونزلنا يعني في الويكاند وما عندنا لا صرف لا والو. عندك داك عجب الله عبد الرزاق 5 سنين هذه باش هو ملي مشى دا معاه الدرهم، كيدي معاه شي حاجه ديال الدرهم يعني واحد 4000 ريال ولا شي حاجه تاع الدرهم، اما ما لقيناهاش نصرفوا ولا باش نصرفوا ولا والو، ما صرفنا حتى حاجه. المهم داكشي اللي كاين قضينا به، هذاك الشيء هذاك الدرهم اللي كان 5 سنين داها معاه كتبقى معاه يعني، جابها دابا هي باش عطاها ليا دابا تقديت بها. جبت هذاك الشيء على قد الحال، على ان شاء الله باش نهار الاثنين نمشيو نصرفوا عاد باش ان شاء الله نديرو. مشيت جبت الفول، يا سلام يا سلام، ها نتوما الفول جديد بنين بالحبوب ديالو، ماشي بحالنا حنا في عجلوف، الجلوف 4 اورو 800 ريال كيلو، رجع في الله. هذه الجلبانه الناس تاع المغرب خيركم في داركم، نتوما تبارك الله مبرعين في هذا الشيء، اما حنا راه غيحسوا بيا الناس تاع اوروبا غيحسوا بيا. ها نتوما الجلبانه يا سيدي بمزاودها بحبوبها، حنا عندنا الجلبانه تما يا اما تشريها كونجلي ما فيها لا بنه لا لده، يا اما تشريها هكا بحال هكا ولكن غير جلوف ما فيهاش الحبوب. عمركم شفتوا هذه كاينه في اوروبا؟ ولا بغيتي تشريها بحبوبها الا لقيتيها دايره زبال الفلوس. البصله شريت البصله ما ادوني على قد عقلي، راه هادشي اللي توحشتو. شريت البصله الخضاريه، شوف تبارك الله البنة اللي فيها والريحه اللي فيها، وما تما البصله عندنا ما فيهاش الريحه. والخيزو لا خيزو عندنا موجود، والحقيقه تقال حقيقه كتقال، البصل الخيزو وبطاطا موجوده في اوروبا، ولكن البطاطا ماشي ديك البنه اللي كاينه في البطاطا ديالنا حنا. البطاطا عندهم هما بحال بحال التبن، بحال كتاكل التبن. هذه عندنا بنينه ديالنا حنا، التربه كتلعب دور، كتلعب دور كبير. ها انتو جميله ما تقولوش اقتصاديه وما تعرفش تدبر حياتها، الدريهمات اللي دا عبد الرزاق معاه دقدقتها. جبت نصين تاع الزيت، جبت شويه ثومه دجاج، جبت 100 ريال ديال خرق وملوط، اجي هنا 100 ريال ديال سكين جبير، اجي 100 ريال اجي هنا باش ياسين راه حمقك واحد حمقو، حنا خايفين عليه من لانكاسر ديال الضو. 100 ريال 100 ريال 100 ريال نضيف باني وبعدا حتى نشريو كلشي ان شاء الله وصافي. دابا غادي ندير واحد الطاجين ما نجمع لا دار لا حتى شي حاجه حتى الرب الكامله ديالي، ما نشطب ما نجمع، الدار ناقيه مشطبه خاصني احنا نرجعو داكشي ونشوفو البلاكارات ديالنا نقيوهم وداكشي. اما عبد العالي مسكين قلت لكم جا نقى مسكين هادشي، هادشي كله تنقى كله غسلوه، كلشي تغسل، البلاكار التحتانيه تغسلو، البلاكار الفوقيه تغسلو، الثلاجه تغسلت، الفران تغسلو، ها هما من الداخل تمسحو من الداخل وتغسلو، البوطاجي تغسل، البوطه تغسلت. شكرا لك اخويا، راه اخويا عبد العالي شكرا لك بزاف بزاف بزاف، نشكرك قدام العالم كامل هادشي اللي درتي معايا، راه ما يديروش معايا اقرب الناس، راه خويا انا اللي قلت لي دير هادشي ما يعرفش لي والله ما كذب لك اخوتي، انا يا مولفين احنا نشقاو عليهم، اما هما ما كيعرفوش يشقاو، هاد اللي قلتي لي جمع ليا وداكشي يقول لك صافي حتى تجي تيا وجمعي، انت ما كاينش قاعده كديري، ماشي بحالك عبد العالي الحمد لله عرفتي بحقنا وجيتي وجمعتي الدار ونقيتيها حتى جينا حنا نقيناها منقين. الله ينقي طريقك من الشوك اخويا، وشكرا لك زاجيل جزيل جزيل الشكر، بارك الله فيك. اما تجي لدارك وتلقاي مانطك مقين وتلقاي حوايجك مقين وتلقاي بلاكاراتك مقين 5 سنين ما تجيش لدارك مصيبه كحله. تابعوا معايا ان شاء الله، قلت لكم غنخلي كل شيء كيف ما هو، ندير الطاجين ديالي نشبع الكريشه ديالي اللي 5 سنين هذه تبنت عا كانت عا كتاكل، اما البنه ما كانتش
وعبد الرزاق راه سير كيجمع في الحوايج ديالو داكشي، اما الحوايج راه ما غايجمعهمش حيت حتى هو زيدي على خوتي، حتى هو زيدو على خوتي، لا كيجمع كيجمع كنقي على خليتيه زعما في الدار كيجفف كينقي، يعني لك ما يعيش في الوسخ، ما يعيش، انا عارف عبد الرزاق ما يعيش في الوسخ. وها انتم اخوتي خليتكم على خير، ندوزوا الطواجن ديالي نفركوا نفرك هاد الشيء مزيان. فرحانه فرحانه فرحتي ما يعلم بها الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. ارض الوطن ارض عزيزه، كتحسي بالتربه ديالك، كتحسي بالدم ديالك، كتحسي بالهويه ديالك. الله يخلي لنا بلادنا في امن وامان واستقرار وفرحه يا ربي امين. خليكم معنا. السوق راه كاين عاد تحت مني، ساكنه فواحد البلاصه الحمد لله كلشي حدايا. خرجت دغيا السوق عاد تحت مني، عاد كاين تحت من الباطيمه دغيا، تقديت وجيت الربيع كلشي 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 جدو. هادي باش هادي باش زوينه زوين المغرب كلشي حداك. ايوا درت نص دجاجه ودرت العطريه الثومه الشتوي كاين جبير خرقوم عود البزار الثومه الزيت غسلتو بالحامض كما تشوفوا، ما طيش اللي نسيتها ما جاتش ماشي مشكل، ندير بلاصه الحامض وصافي. دابا نقرب الخضيره ديالي، عبد الرزاق عمل عشاق عزيز عليه الفول والجبانه جبتها لي وشويه البطاطا وشويه خيزو، يجي داك الشيء حلوه منه، شهوه منه، شهوه يا خويتي شهوه يا زريوي. زريوي لا تفقعش، زريوي لا تفقعش، دابا سيدي ربي تضيق حن عليك الله وتجي، حن عليك تاتي الله وتجي وتبرعي في بلادك يا ربي امين. انت يا وليداتك مرحبا بك، هاد الدار دارك، لما حدك دابا انت ما شارياش الدار، ما عندكش الدار في المغرب، لكن عندك دار والديك، حتى هاد الدار حتى هي دارك، جي وقت اللي بغيتي. مرحبا نزهة مرحبا، دابا انا عارفها
هي كتشوف فيا عارفه دابا كتشوف عارفه دابا كتشوف فيا ومفقوس عندهاش بلجيكا زينه فيها الخدمه وفيها كلشي ولكن ما فيهاش الحباب ما فيهاش انتم عارفين الغربه مغربه وصافي الغربه شيش بحال بلادك تمنيت لو كنت عايشه انا في بلادي احسن ليا اقسم بالله تمنيت قاع انا على بلادي نحرس ونمكن ونشرب ونخرج وندرج ونعرضوا عليا الحراسات ويعرضوا عليا نعرض على الناس ويعرضوا عليا ويجوا عندي الحباب ونمشي عند الحباب هذا كل هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى راه ما كيعلم بها الا المغرب راه ما يعلم بها الا المغرب اما الناس في البلاد راه ما عارفينش بحق هادشي انتم عايشين في الحمد لله مع احبابكم ومع ناسكم ومع جيرانكم ومع ناسكم راه هادشي راه هذه راه نعمه كبيره من عند الله واستقرار والامن هو هذاك الحمد لله حمدنا الله حتى حنا حمدنا الله وشكرنا حنا المغربين ونصبروا غدا ما كتاب طفت الخبز كتاب تما والراجل ولد تما يعني راه راجلين انا ولد بلجيكا ماشي شي ولد يعني عمره كله كيجي يدير عرفا كونس انا مشي ليها مولود تما عايش تما كابر تما قاري تما تيفهم في يعني بلاده هي هذه وبلاده هي المغرب كي تعمل الرزق تو كي من عشاق المغرب يعني ودابا نقول لكم اخوتي هذا الدار اللي جيت فيها ديال من كيفاش علاش كلشي غادي نعاود لكم ان شاء الله على هذا الدار اللي انا فيها وتابعوني ان شاء الله على الكويميلا ديالي وشجعوني وفرحوا معايا في هذه العطله ديالي وتفرجوا فيا وشاركوا معايا ضحكتكم وفرحتكم وشاركوا معايا وشاركوا معايا وديروا لي لايك ديروا لي بارطاج جميله راه ما عمركم شفتوا انا فرحانه في القناه قد ما فرحت انا دابا راني عمركم شفتوني فرحانه في القناه قد ما دابا انا فرحانه انا ما عمركم شفتوني راه ما عمركم شفتوني شاركوا معايا فرحتي وشاركوا معايا لمتي مع حلاوي ان شاء الله نمشي عند امي قربت نمشي عند امي قربت نمشي عند امي ما طلعتش امي تجي عندي هنايا بينما انا جمعت الدار هنا وكلشي عاد نمشي لعندها ما بقاش خاصني نجلس شويه هنايا نجمع داكشي تعرفوا انا ساكنه يعني هنايا راه الدار هنا الدار بيضاء وخاصني نمشي عند امي الاسري ما كرهتهاش تجي عندي اليوم دق عليا يدق عليا هذاك تقول لي انا جيت عندك بنتي دق عليا حبابي يقول لي انا جيت عندك بنتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا لكم اخوتي وها انتم اخوتي والله ما عقلت على الكاميرا حتى حطيت انا الراجل وكليت وشبعت عاد عقلت على الفيديو نكملوا في التصوير الحمد لله جا واحد الكوينيه جات غزاله درتها بال بخيزو والجلبانه والفول والبطاطا ايوا حطيت ياسين هو الاول كلا تشبع ياسين راه في الكيدور كلا تشبع الحمد لله ومشى عاد حطيت انا يا عبد الرزاق كنت باغا ندير فيديو انا عبد الرزاق صح الجوع عطاني الجوع جمعت الدار جمعت هنايا الكوزينه هي الاولى عبد الرزاق من قويله هو في البلاكارات كيجمع فيهم داكشي انا باقي حوايجي ما رتبتهمش ان شاء الله غادي نشارك معكم الحوايج اللي جبت معايا من المغرب لخوتي وليا وداكشي وهذاك الشيء كتب الله وصافي والطويجين جا البنة ديالو سبحان الله العظيم جا الدجاج جديد الفول جديد جلبانه جديده جا غزال 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 ما شهيتكم اخوتي راه كنشارك معكم الفرحه ديالي وكنشارك معكم اليوم ديالي الله يحفظكم ليا والله يسهل امركم والله يخليكم ليا ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر وتابعوني ولايك بارطاج وجيم الله يحفظكم ويستر امركم والسلام عليكم عبد الرزاق راه ما مساليش راه غادي جاي السلام عليكم كديرين بخيرين كلشي مزيان الحمد لله جينا هاد البلاد اللي فيها الخير واللي فيها الفرحه واللي فيها الهنا واللي فيها الشميشه واللي فيها الشتاء واللي فيها الحباب الحباب والفاميلا والعائله وكلشي موجود خير موجود يلا عاد كاين الطاجين ما عقلناش بيو داكشي داك الشرفية اش غادي نقول لكم واش غنقول لكم بلجيكا فيها ما يتعبش شي حوايج اخرين ولكن المعيشه ما كاين ما احسن من بلادنا وخليتكم على خير والسلام عليكم كلشي مزيان الحمد لله واش جبتي حوايجك كلشي جمعتيهم ها جمعتي حوايجك كلشي لا جمعت كلشي اللي واش غنقول لك انا درتي كلشي
لا جمعتي خناشي بزاف باقي جداد الحوايج مابقاش بغيتهم جمعت داك الخناشي الزرقين عرفتي الله قلت غادي نمشي نشوف اشنو غادي ندير اليوم ما نعطي شي واحد حتى جاو هذوك صحاب الكرويله قال لي ها قلت لها انت شوف اللي عجبك راني مابقاش بغيت يمكن غادي نحط هذا داني هاد الحوايج باقي جداد نعطيهم للبا ما عنديش ما يلبس بسبيل الله جا عبد الرزاق شاف الماريو ديالو شحال هادي وحيد دوك الحوايج اللي ما بقاش بغاهم وكان غادي خارج بهم ما عرفش فين غادي يديهم تطلق كيما قلت لكم مع مور قيشه وعجبوه مساكن وداهم بسبيل الله قلت لي هذوك اللي يستاهلوا دوك الناس اللي يستاهلوا عجبوه قال لي شكرا لك اخويا شكرا لك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك زوينين باقي زوينين وهاد البوكوس راه داير لينا لومبيونس في الدار باش نريح تري سلم غير سيريح سلم قول لهم سلام عجبتو سلام انت هو راه عجبتو سلام قول سلام اه قول سلام ما يحرجش ودابا خوتي كيما شفتو دابا غنقول لكم السلام السلام عبدو يلا خوتي بالسلامة عليكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد انا وسيدي عبد الرزاق الله يخليه ليا اش غنقول لكم راه واقف معايا بزاف 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 د الحوايج لا في بلجيكا ولا في المغرب راني بلا فيه راني ضايعه ومصوت يوم عندي عقل هو سوارتي هو القبل ديالي هو السام تاعي هو كلشي يعني الحمد لله ومازال غادي نشارك معكم بزاف د الحوايج انا وياه وتابعونا وخليناكم على خير السلام عليكم الى اللقاء الى اللقاء سلام